لك الحمد يا ربنا وكفى، فصل وسلم على المصطفى، محمد نور الهدى سيدي. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي شرفه بحسن الشمائل وخصه بعموم الفضائل والفواضل على خليقته وعلى آله وأصحابه التابعين له على منهاجه وطريقته. أما بعد، كبجمتوتا هردفتوتا دروس كينيا إن شاء الله تعالى برمس كينيا كان الراكيست حالا في أمل نبي كينيا ترادبنا عليه الصلاة والسلام. فيا أيها المسلمون، اعلموا أن من رحمة الله تعالى بعباده أنه أرسل إليهم رسله. وبلين كينيا كبجمتوتا نهندنو والنبيخو قبنو ربي سبحانه وتعالى قبروتني ساتي رحمة ودوجتش رسلتوتا إسانتي أرججرة مبشرين ومنذرين رسلتون نخن حالا نما إسانتي أمني قمتشيسو تهنين جنتان نمك آلي إساني دي ربي في رسولتي أمنو دي دمو حالا عذابا صداتشيسو تهنين ربي نسان إرج سبحانه وتعالى. وأنزل على بعضهم كتبه قري إساني تر ربي سبحانه وتعالى كتابا بوسيجرة. ومن فضل الله على هذه الأمة أرجم ربي سبحانه وتعالى أمة خناف أرجو مرة أن بعث فيهم خير رسله الرجال رسلتوتات رب أمة خنافر جيشو وخاتم أنبيائه بود أنبياء وتساتي إرقام اللي فهو رسول الله مصطفى نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقام ربيتي فلتما لإني نبي عظيم نبي قد فما إمام كريم إمامك بجمع قدوة للأجيال للو تلوفا دربا في لنك تهجج نبيك عليه الصلاة والسلام. هذا النبي العظيم نبي قد فمان كندبا وبليان كينيا لا تحصى فضائله تعلمين إسالك كهمين دمو ولا تعد مزاياه وان ربي سبحانه وتعالى أدى إسان قدين كنا ربي نساني خنّي إساني نقبت إيسي لكامتين نمتو. فهو خير خلق الله نبي محمد الرجالة والرب أميتي الرجالة والرب خلق نبي خني عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم ربي النبي خني ربي سبحانه وتعالى أكن جاء النبي خني وإنك لعلى خلق عظيم يا محمد أتي حال قد فماته الرجرتا حالك بجماته الرجرتا. روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت في وصفه إمام البخاري ني أديسة أم عائشة را أديسة ربي سرها جالته قالت نجتي أم عائشة في وصفه نبي كين يوصفه خيست يرو نبي كين ينوهمت نجتي كان خلقه القرآن حال أمل رسولك إني عليه الصلاة والسلام قرآن تريجت. فمن أراد أن يعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن ها قرآن قرأوا نمن حال رسولك إني برو بربادي ها قرآن دبسوا ها قرآن قرأوا وليفهمه قرآن خنلها فهموا ها هبتوا. فكل خصلة خير حال لقارين هندي أمر الله بها في القرآن تربين قرآن خيست اتقبروتن أججي إسي كبتو لت تربين قبروتن إساء أججي هندي فهي من خلقه صلى الله عليه وسلم حال لسن هندي حال لقارين قرآن خيست ات أججي من هندي حال رسول خينيات عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري أيضا أما الإمام البخاري
ني أديسة من حديث أنس حديث أنس بن مالك الراوديسة قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة رسول خينيا خيس النجا أنس بن مالك ربي سر جالته كان أحسن الناس خلقا وخلقا الرجارين ما ترجع رسول ربي عليه الصلاة والسلام أومانس حال أملانس خلق إيران أومانس الرجارين نما الربريدان نما الرجارين والرب أومه رسول خير نجيته عليه الصلاة والسلام يا معشر المسلمين يا أمة مسلمة أوصافه عليه الصلاة والسلام صفون رسول خينيا تحملكم على محبته نبي كان جالته رتس كافتي وشمائله سيناء ساني دبتون تدفعكم لزيادة تعظيمه أكدر النبي خنا قد افتنس كخافتي ومكارم أخلاقه حال أمل لساني قارين حال قد فمن إسان كبنكن دليل على علو شأنه كبج إسان كبن رقادة إن يما إساني إبسا قدنا إساني إبسا فكلامه نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم دبين إساني نوره ومدخله سينس إساني بهج إساني هجين إساني هندن نورجا إن سكت علاه الوقار يجعل لسان رسول خيني عليه الصلاة والسلام إن سكت علاه الوقار صدى ربي ترام الأتجا وإن تكلم أخذ بالقلوب والأبصار يودبتنا مو أخذ بالقلوب قلبنا ما هركس قلبنا ما فرجا فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله إني أرجم ربيتي ما سئل قط حاجة تكا حاجاتك كنقافة منجا من متاع الدنيا ميشاء الدنيا ترى تكا حاجاتك قافة مني يباح إعطاؤها تنما خنون إسي حلالي ترى قافة مني فقال لا لك جانين بيخنجا تكا وان كنان إسي أكا شريعاتت هيا مرة هيا ممرة قافة مني ديدانين بيخ النبي كان عليه الصلاة والسلام بل إنما يعطيه أو يقول له ميسورا يخانخ النانيف كنبات نمو جتش غاري دي بسن جتش نبي كان عليه الصلاة والسلام أو يدعو له يخاو نمسنين خدة فهو أكثر الناس تواضعا إرئفك كبان نما نبي خين إرئفك كبان نما رسول خين عليه الصلاة والسلام كيف وقد خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا أكملت كسن تاني رئ الرئيف قبان نما نبي خينيا إسان فلتشي فمن انجرانيجا بين أن يكون نبيا ملكا نبي أنقو قبو نبي موتي تهوفي نبي قبرت ربي تهو خيسا كم فلتاجا أني جاء ميرو فلتشي فمو اختار الثاني قبرت ربي تهو دفلة النبي كان عليه الصلاة والسلام يجيب كل من دعاه نما إسا يامهن دافن أواتا من بعيد أو قريب نما إسا يامهن نما فرسانيته كان إسان الرافقوته بلسته قبرته دريسته مسكينته نما بيكيس صدركاك أو راته قد أنا نمات راته هندف رسول الله عليه الصلاة والسلام نأواتا فهو أرحم الناس إر رحمة قد أن ورب أمين بيخين عليه الصلاة والسلام بكل مؤمن نما مؤمنات نما مؤمنات هندت إر رحمة قد أن نما نبيخين فلا يختص برحمته إنما رحمة سانيت عاقل قفن قبت إيسانجا وان عقلي قفن قبت إيسانيجا حتى وان عقلين قبن اللي رحمة قول أنيف جتش نبي كان عليه الصلاة والسلام بل تعم رحمته جميع الخلائق رحمة نيساني والقيسجا جميع الخلائق شوف خلقي والقيسجا
حتى الهرة حتى هرة اللي بس هو اللي يجو بس هو التلفتيان هذولين يجو فيصغي لها جك أبني في تشوشان أكسين رادو يدو يجا فهو أشد الناس إكراما الرجبا نما نمني أكان نما خبجو رسول أخي نجا فهو أشد الناس إكراما إرنا ما خبجا إنما رسول خينيا أشد الناس إكراما لأصحابه صحابه تكبجا إنما نمني أكان صحابا إساء كبجو نما إساء وججر كبجو رسول خينيا جاء ومن ذلك أنه كان لا يمد رجله بين جلسائه حتى قوت أن اللي ميل سانين درير فتنجا صحابه تساني جدو لا لا جا وقات أن صحابو تساني جدو ميلندري الفتوي احتراما لهم كبج سانيتيف فإذا نبي كان عليه الصلاة والسلام الركبج أنما أصحابو تساني إساني حتى ميل سانيت اللي جدو صحابو تساني دري الفتنجن ومن رآه فجأة نمني دينغتك كنمك اي نبيي ارجوجا نمني دينغت نبيي اركو من غير مخالطه وصو اسان ما خمي اساني وجنجرات نمني كن دينغتا اسان ارجو ومعرفه اخلاقه وصو اخلاق اساني خنم بيخن واهي نبيي وصو برن نمني كنم دينغتا اسان ارجي عظمه اسقد سجا نخبا ججا نمني إساني وجنجراتنو خكنا الدنغتا خيئة إسان أرقو إسان كبا ججا طبعا طبيع مرة أي وإن لم يره قبل ذلك ويؤشدر أرقبات اللي مالي في جنان لما علاه من صفات الجلال صفة قدنا وانك أبني ججا نبي كني عليه الصلاة والسلام صفة قدنا وانك أبني ججا ومن خالطه نمن رسول وججراته وعاشره إسا وجتائه وججراته أحبه إسان جالتجا لما يشاهده من محاسن أخلاقه حال أمل ساني قاري إسان رتر كرة إسان جالتجا إسان جالتجا وتواضعه إفقك أبو سانيرة وشفقته رحمة سانيترة فكانت تحن إليه الأفئدة نبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تحن إليه إسافها ويتجا الأفئدة قلب أمتك الجاري إسانيف ويتجا وتقر به العيون قلب إجي إسانين قمدي دس جتجا وتأنس به القلوب قلب إسانين بهارتيجا يمشي مع المسكين والأرملة مسكين أوجه ليني دائما دبرتي أبا منا رادو أوجه ليني دائما جاء إذا أتياه في حاجة هو حاجة في التلفن مسكين نبقو نبيي خين يدفو هو دبرتين أبا منا رادو التلفو التلفتو نقر قارن جاتو يخيط ثوبه نبي محمد صلى الله عليه وسلم هجو ساني أو في فردة نيجا ويعمل في بيته كما يعمل آحاد الرجال من ساني خيس وان تكون وان أبان منا هجتو ني هجتن جا خادم كفرت نركتن جاتو خادم كفرت نركتن يخدم نفسه يحلب شاته رئي ساني ني المتن جا ويخدم نفسه أفخدم جا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعيبه كنا مواتك وان اسنتك يسو وان كبجنا ما دبلو جتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجالس الفقراء مسكين وجنتها أنجا كان يجالس الفقراء والمساكين والعبيد قبرا وجنتها أن مسكين وجنتها أن ويعودهم قاف إسان ركبسة لك أني إيافة قافة جاء
ويزورهم ويتفقد أحوالهم نؤديفة أبلو أي سديم أي سبد جاني حال ساني إيافة جا ويشهد جنائزهم يويسان دوان جنازة ساني ندفن جا يعني جنازة مسكينات ندفن جنازة قبران ندفن ويكرم أهل الفضل والكرام أمس نبيين كأن محمد صلى الله عليه وسلم نموت كبجك أبن بيخيست نموت بيخيست قد فماتهني دريتهن نكبجن حين يأتون إليه هقا نبيي خين يردفن نخبجن جت نبيين كأن عليه الصلاة والسلام وربما بسط لبعضهم قاف قريني أفنيف جنما قرين ما إساني الدفوتيف رداءه رداء ساني وچو غابي ساني وچو افتمخنا لفخايا نفجا ويقول اما اللي نجا اذا اتاكم كريم قوم هقا كبجمان امتا اسندفه فاكرموه كبجا نمني قد فمان بيتي افتر الله تقا اسندفه اسن اللين كبجا قدسا اكنا جانجا ولا يواجه احدا من الناس بشيء يكرهه نمت كل فلدري ساد ابتني وان ان دبته تندبتن اسان اللولن جتشاما اسهم ميس هنجا انجا واذا بلغه عن احد شيء يونما تقر بدي وهي سجيس ابلو انا كناه وجته جتشو يودغن يقول ما بال قومي يصنعون كذا وكذا ما لحالنا مغري خنافقنا وجتني وما جاء امله ما لحال لي أبلو نجانجا حال لي أبلو ما خنا وجته مكان دوان ولا يقول ما بال فلان يفعل كذا ما لحال لي أبلو أكنا وجتني ما لحال لي أبلو جاني إسا مكان دوان إسان تقنجا يسع حلمه جميع الناس أبسسانين مخنا هندف بل أتجا نبي ربي صلى الله عليه وسلم فهم عنده سواء إلمنا ما خن هندي ساني دريسي ساني مسكين ساني قبري ساني هندي ساني نبي محمد برول كتجا من تهر خادما قط تكا خادم سانيتين اللولي خادم سانيتين تكا اللولي فيما فعله أو تركه وان خادمني هجة غيست يخوان خادمني لكس غيست تكا خادم سانيتين اللولي وما قال له في شيء صنعه وان اني هجت خيسة تكان جنين لما صنعته ما خنا هجت تكان جنية ولا في شيء تركه وان لكس خيسة تيسن جنة تكا لما تركته ما لفوان كان لكس تكان جنية نبي ربي صلى الله عليه وسلم بل يقول لو قدر شيء وصو ربي انتهي جوان كناد برسجراته وصو ربين أزل مرتيسي أكو النخن أرقم في الإجراتي لكان سلانو متهجأن لا يجازي الكلام والفعل القبيح بمثله جتشفكتا نندي بسر نبي ربي صلى الله عليه وسلم وجيفكتو تأسيفكات تنقل تنقلشن بل يعفو ويصفح إيفما قدن إرخو تملي أكما غافقان قربا يهودات وج كان نبي ربي صلى الله عليه وسلم بيلمت والرابطني قويا ما لك كننيف بيلمنيفي وصو بيلمنين قهي يهودي يتشرفي نبي خينيتك عليه الصلاة والسلام جتشان تانين نبي صلى الله عليه وسلم جتشهمان جنين أكما ديني نساني كفلموف تاسي سمالي ليفا مغدانيف إخوة الإيمان يا أبلي مؤمنة يا أمة مسلمة لقد أكرم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمار ربي صحابوت رسولك بجيجر أبلي ينكين بصحبته نبي محمد صاحبته دان لقان نسان كبج ورؤيته نبي إجان أركونا ملي وسماع كلامه
كلام نبي دغه دان الله ورؤيه احواله حال نبي اركو دان سان كبجه انا هون دارغني جرا فامتلأت قلوبهم قلب صحابوتا غوتمتيا مالين بمحبته جال النبي تنغوتمتيا حتى صار احب اليهم هنغا غرساني تجالت ما تهوت من ابائهم ابا اسانير وابنائهم المان اسانير بل ومن انفسهم لبو اسانير اللي جاء لقد سمعت امرأة من الانصار انتلتي انصار توتراتات تكا ندا جيسي يوم احد ويالو لو احد ندا جيسي مال دا جيسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل نبي محمد صلى الله عليه وسلم أجف مني يجتل أجيس فخرجت من المدينة مدينة الرباط خاتي مدينة الرباط لاستقبال جيش المسلمين ورانا مسلمة سمت وجتة كان إدو أحد سن الراجلاجر وسمت وجدت مدينة الرابات تلتتون فاستقبلت بأبيها دعا أباسي للتلفن أبانك آخرا من أبانك أجيفة مجانين وابنها المخيت اللي أجيفة مجانين وزوجها أبان منخيتي أجيفة مجانين وأخيها أبليس سيتي سكسم وبليس خيتيس دو إجانين فلما مرت على آخرهم قالوا أبوك هني أبا خيت إلما خيت أبا من خيتيت وبليس خيت أكنا جامان وهي تقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لنو أكم تهاني إسانو ماتو إسان مدته رسول الرقا فتيجو أبانك آخر أبانك دو إي وبليس خيت دو إي أبا من خيتي دو إي إلما خيت دو إي وصو جانيني إسين أنجو الرقا فتي نبي ربي تراغفت يجو فلما وصلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قال رسول ربي برقيسو هو بخير جانين صحابوني إني إسان فيقبن إسند فاجر جانين فلما وصلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قال رسول ربي برقيسو أخذت بناحية من ثوبه طرف وجه نبيك أبديت ثم قالت نجت يا بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا إرجما ربي أبانك يا في أيونت يلم في ذاتي سني لا أبالي واتقو دنتانك وجتين إذا سلمت إيجا سنمان نجابات إيجا سنمان باتا وننب يخون شفتنوهما ونياتش سجتين وهذا أبو طلحة كن مو أبو طلحة الأنصاري ربي سر رجالته كان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدري رسول ربي دابتيتي دربتشاتوري أمة كفارة جتشو مشركوت الدربتشاتوري فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي نتهنجا يرفع رأسه من خلفه إسان دوباه رسولي متى ساني والفلتني بكدر بنان ساني بقول آلاترا فيتطاول أبو طلحة أبو طلحان ألدري رجا بصدره قمساتين ألدري رجا مالي في بيتني أكت إيان يقي به قمسات أنتيسو يجا إيقا أكواني كفار دربتو إسان انتوين إسان إيقو جاكا قمساتين ألدري رجا ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا إرقما ربي أمانتي يا في أبانك يا في داكي سناتو نحري دون نحرك أكنا يجاتوري وصو إسن التنباني أنا هادويتو وصو إسن انجيني أنا هادو أكنا جانيتي حتى قمسانيتي رسول ربي ترى دفاع قلاتورن جاكو فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق خليفة رسول خينيا جالتما
إسن هندي سينا سابيتن قمات شن دين الإسلامي قمات شخي إسن هندي بيتن. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي تنجا قافا قدقها سنجتو يا ربي بي مكاتي بهني قارا سنجهن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني نلكس يا أرقما ربي جاء أدخل قبلك سيدوران ألسين قدخنا هيا منا قدي فإن كان حية أو شيء كانت لي قبلك يو قدخنا قيس واجراتا جوي في يكاو النبرا والنأزان مقود واجرات يوجرات وصوي سنتين باني هانا طويتو هيا منا قدي قال ادخل نبي إني هيا منيف فدخل أبو بكر أبو بكر ألسين وجعل يلتمس بيده هركسات إني بربادا ورأوراج غي سجرت ودجر كلما رأى جحرا هقا قد أركي هند شق صوبه وچو ساني بك أي سوي ثم ألقمه الجحر يعني نتفتيان جاتش وچو سابك أي سيقو قد أركي نتفتيان حتى فعل ذلك بثوبه أجمع وچو سان قفت أتيا. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فبقي جحر قد تقوها فيا فوضع عاقبه سن هربسا تركسا هرب ميلساني تركسا ثم أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجا ميلساني تنشوفا بودا رسولا أرسيني جاني رسولا أولنك أنجا. فلما أصبح وقابري صفة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ثوبك يا أبا بكر؟ يا أبا بكر وش أنت مي جانين أما وش قافة؟ فأخبره بالذي صنع وان وش سانيك ودنيه ماف. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابون رسول خينيا كانت رنجالا لن كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي خينيا جال لخيسة هون جهاني نبي خينيا جال تشاتورا. كان الواحد منهم يشتاق نهوتره ويدافع عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بروحه بماله بنفسه لبوساتين كبين يساتين وهن دان رسول خينيا برد أبته رسول خينيا في ذاتها ترجته أصحابون رسول خينيا أكنتورا علماؤني إسان بودر فنلي أكنتوراني إن شاء الله تعالى برمسا كينيا كانت تآنو كيستي قري صحابوتا أما اللي جال لنبي خيستي أكم تراني مالو جتاتران إسجأو كوالي اللالتها برمسا لفونا نقوالت ديبنوتي نقيان نترا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لك الحمد يا ربنا وكفى فصلي وسلم على المصطفى محمد نور الهدى سيدي.